السلام عليكم، ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا الحمد لله ربنا كرمني بسراج الدين وولدت وقمت بالسلامة، وقلت اعمل معاكم اول فيديو بعد ما ولدت وقمت بالسلامة. وهو رنجة بالصوص. الرنجة بالصوص حاجة جميلة واكلة جميلة وتفتح النفس، والبيوت المصرية كلها بتحبها، واكلة في نفس الوقت سريعة ومشبعة، بما ان احنا برضو لسه الجو شتا. والصوص دوت هيبقى زيت زيتون، وهيبقى خل عنب، وهيبقى مستردة. هتقولي لي ازاي هنعمل الرنجة مع بعض بالصوص؟ مش رنجة وبس، ده يبقى رنجة وسلطة بالصوص، ودي حاجة جديدة هوريها لكم بعد ما نشوف الرنجة. تعالوا بس الاول نعمل الصوص بتاع الرنجة وتمشوا معايا خطوة خطوة. هيبقى زيت الزيتون هناخد منه معلقتين، معلقتين زيت زيتون، وهناخد معلقتين من خل العنب، لان ده طبعا بيدي طعم للاكل جميل جدا وفي نفس الوقت مزازه كلنا بنحبها. واخر حاجه المستردة، هناخد منها معلقة واحدة. معلقة واحدة. وزي ما احنا عارفين ان المستردة برضو فيها ميزة ان هي بتقطع الزفارة. هندربهم على بعض كويس. زي ما احنا شايفين. وبعد كده خطوة تانية بالنسبة للصوص، هناخد الفلفل الرومي مع فطيتين كفاية. هنحط الطماطم في الخلاط. قرن الفلفل الرومي هنقطعه، هينزل عليهم. ممكن ناخد لها حبة مية صغيرين جدا علشان الخلاط يلف معانا وما يقفش، حبة صغيرين كده، وفي نفس الوقت يطروا الصوص علشان الصوص ده كله يشرب في الايه، في الرنجة. كده ضربناهم كويس جدا في الخلاط اهو مع بعض، الفلفل الرومي والطماطميتين. هننزل عليهم بالصوص اللي عملناه اللي هو زيت الزيتون وخل العنب والمستردة. طبعا حتى لو كتير شوية مش مشكلة، عشان زي ما اتفقنا ان مع بعض ان هيبقى فيه لسه سلطة بالصوص، ودي حاجة جديدة حابة اوريها لكم لسه هنعملها مع بعض. نضرب كل ده بالخلاط تاني مع بعضه. تابعوني بقى يا جماعة عشان كل ده هينزل على الرنجة، وهوريكم هنعمل ايه الخطوة اللي بعدها. ده
ده كده يا جماعه الخطوه الثانيه اللي هي ان احنا هننزل بالصوص على الرنجه بتاعتنا علشان ايه تشرب فيها كويس. وهتتابعوا معايا الخطوات كلها. هننزل بالرنجه بالصوص على الرنجه كده. وطبعا النار حابه اوريها لكم الاول هتبقى يا متوسطه، لا هي عاليه ولا هي واطيه، علشان خاطر الحاجه تشرب فيها براحتها وتستوي على مهلها وفي نفس الوقت ما تبقاش مهريه ومتقطعه زي ما احنا عارفين. نزلنا بالصوص كده على الرنجه، هنسيبها بقى تشرب فيها براحتها وخالص على نار متوسطه كده. وبعد كده هنقلبها مع بعض وهوريكم برده. تابعوا معايا مفيش مشكله ان انا ممكن انزل بحبه ميه صغيرين علشان اخد باقي الصوص اللي في الشفشه وفي نفس الوقت اديله مساحه ان هو ايه يستوي براحته وما ينشفش بسرعه الصوص، لان انا محتاجه الصوص دوت عشان نعمل بيه السلطه زي ما قلنا مع بعض. كده هنسيبها لما تستوي، بعد كده هننضفها مع بعض وهوريكم الطبق لما يخلص خالص. ممكن برضو لو حابين ان هي تستوي بسرعة في نفس الوقت البخار بتاعها ما يطلعش برا نغطيها ونسيبها لمدة تلت ساعة، 10 دقايق على الجنب زي ما انا منيماها، ونرجع نقلبها ونسيبها 10 دقايق كمان. وكده كده هوريكم تابعوا معايا. في الترعة سمكة. هصور يا سميرة. نصور يا أمي. ده كده الطحينة يا جماعة، احنا عارفين هي بتتعمل ازاي طبعا. بنحط حبة طحينة خام ونحط عليها نفكها بمية دافية. نحط لها معلقة ونص خل. طبعا الخل ده مركز، مش الخل الخفيف اللي هو 5% ده بيبقى ضعيف. نحط لها حبة ملح صغيرين جدا. نحط الليمون. طبعا الطحينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده لونها فاتح جميل جدا، لان الطحينه نفسها انا مش جايباها من السرجه، انا جايبه الطحينه اللي هي المعلبه ديت جميله بصراحه، استخدمتها طلعت جميله جدا عن اللي هي السايبه كمان، لان زي ما انتم شايفين لونها فاتح كده. اقول لكم تاني، حطينا الطحينه وعليها الميه السخنه سكناها وحبه ملح ومعلقه ونص خل وليمونه، قلبناها كويس بقت بالشكل ده، ولا هي اللي تقيله ولا هي اللي خفيفه مظبوطه. وده افضل ان احنا نعمل الطحينه على ايدينا في البيت عشان بتوفر لنا جامد من علب الطحينه اللي بتيجي جاهزه من بره. ودي كده يا جماعه الرنجه اهي بعد ما خلصت زي ما اتفقنا مع بعض، هنحط الصوص عليها ونسيبها 10 دقايق على كل جنب في الصينية بتاعتها. استوت زي ما انتم شايفين، هنضفها وهرجع لكم تاني بعد ما تخلص وهوريكم الطبق في الاخر هيبقى شكله ايه. طبق معايا. وده كده يا جماعة طبق الرنج اهو بعد ما اتعمل في الصوص ومسكته بقى نضفته كويس جدا من الشوك ومن الزعانف بتاعت السمكات الرنجه نفسها، وقطعتها في السيرفيس زي ما انتم شايفين. وريتكم طبعا ازاي هنعمل الطحينه، عملنا الطحينه مع بعض اهي تمام. ودوت الصوص اهوت بعد ما خلص وصفينا منه الرنجه، هننزل بس عليه حبه حاجات تانيه بسيطه جدا
حبة كزبرة ناشفة عشان دوت بيديله طعم وريحة جميلة جدا في الأكل. وكمان حبة كمون. وهننزل عليهم بنص ليمونة. هنقلبهم في بعض كويس. طبعا انتوا عارفين الجينجا بالذات مفيش غنى عن الليمون فيها عشان الزفارة. وانا بصراحة بجيب مع حد بتعامل معاه كويس جدا الجينجا بتاعته زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله جميلة ودلعة وفي نفس الوقت نظيفة. هنجيب بقى الطحينة بتاعتنا اللي عملناها وهننزل في جنب الطبق كده. بسم الله ما شاء الله عشان خام فهي تقيلة رغم ان انا كنت خفاها مجرد ما قعدت 5 دقايق تقلت تاني. فده نوع الطحينة اللي هي بتاعة طحينة مصر دي جميلة جدا 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 عن تجربة احسن من الطحينة السايبة كمان. حتى في لونها لاحظوا ان هي لونها فاتح وابيض. التانية دي بتبقى مغمقة كده لونها اصفر كده او يعني لونها بني كده فاتح فما بتبقاش بالجمال ده بصراحة. يعني انا عن نفسي جربتها اول مره اجربها بس بصراحه عجبتني وان شاء الله هجيب منها على طول. جربوها هتعجبك. واقل طحينه بترمي معاكم طحينه كتيره ما شاء الله زي الفل. خلاص كده لفينا السرفيس بالطحينه. بعد كده هناخد حبه الصوص اللي نزلنا عليه بالكمون والكزبره والليمون اللي عملناه مع بعض زي ما انتم شايفين. ريحته جميلة جدا ما اقولكوش عليها يعني يا ريت تجربوها تعجبكم. هننزل كده نص الرنجة طبعا زي ما اتكلمنا مع بعض من شوية ان في سلطة انا عاملاها هوريها لكم دلوقتي حاجة برضو جديدة وجميلة هتعجبكم. خلاص احنا كده تقريبا غطينا وش الرنجة بالصوص كده تمام. اخر حاجة هننزل بيها الخضرة احنا عارفين ان هي بتدي برضو ريحة وشكل جميل للسرفيس بتاعنا شبت وبقدونس. هناخد كده نزوق السرفيس بتاعنا كده بشكل جميل. وده كده شكل السرفيس بتاعنا الجميل بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة وتفتح النفس. بعد ما خلص هنيجي بقى لطبق السلطة الجميل. طبق السلطة الجميل دوت حاجة جميلة جدا جدا ومفيدة لينا ولأطفالنا كمان. لو الأطفال هياكلوا منها حاجة مفيدة وجميلة جدا جدا لأن الطبق دوت تقريبا من حوالي 9 أصناف. حاجة غريبة بس أنا قلت أجربها معاكم علشان انتوا عارفين ان انا بحب اقدم لكم كل جديد. جزر وبنجر وبصل وخيار فلفل رومي فلفل حامي وطماطم وبتنجان وحاجة جديدة بقى اللي هي الفول المدمس. بس الفول المدمس انا خدت الطريقة وعملتها بصراحة عجبتني جدا جدا. الفول المدمس بنجيبه وبنحمره في طاسة على البوتاجاز على الناشف من غير ما يتبل ومن غير مية. مجرد ما بياخد اللون دوت بننزل عليه بحبة مية ونسيبه يغلي لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. وبعد كده بنسيبه في العلبة بتاعتنا او في الحلة ونسيبه كل يوم نغير عليه المية. كل ما بتسيبيه كل ما بيطرى معاكي بتلاقيه طعمه جميل جدا جدا. وفي نفس الوقت ممكن تستخدميه كمسليات زي الترمس وزي الحمص. ده برضو حطيته من ضمن طبق السلطة بتاعي
هتبقى حاجه شكلها جميل وطعمها احلى. الجديد بقى علشان دي اكله الرنجه بتاعتنا، هننزل بباقي الصوص على السلطه، ودي حاجه جميله جدا 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 وهتعجبكم، وجربوها يا جماعه وهتلاقوا طعمها تحفه، وفي نفس الوقت الصوص مش كتير، حاجه بسيطه كده بس. هي كده كده اكله رنجه بقى، فمش هتفرق ان الصوص بتاعها ينزل على السلطه، بس هي بصراحه بتديها طعم جميل جدا وهيعجبكم. ده كده طبق السلطه بتاعنا الجميل بعد ما خلص، وطبق الرنجه اللي شكله يفتح النفس. وبالهنا والشفا يا جماعه، وجربوا وقولوا لي رايكم ايه، هستنى تعليقاتكم، واقول لكم تاني انتوا وحشتوني، وادعوا لي ربنا يبارك لي في السراج اللي ربنا رزقني بيه ورزقني بحبايبي الحلوين اللي هو انتوا، وقولوا لي رايكم ايه. ان شاء الله الاطباق الجميله دي هتعجبكم، والف سلام لفيديو جديد.